أنا بس عايز أفهم حاجة والله من باب الفهم، الحكومة والبرلمان إيه اللي هم تصوروه وهم بيقروا، يعني الحكومة بتقدم قانون على موضوع الضرائب على الدخل والبرلمان وهو يقر هذا القانون ويصوت عليه؟ ما فهمتش. يعني على سبيل المثال يا جماعة، هو مش مع بداية فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2014 ايه اللي حصل؟ اتفقنا على انه في حد ادنى للاجور 1200 جنيه وبعد كده اتقال في حد اقصى للاجور كان حوالي 42,000 جنيه، حصل استثناءات كتير. هسيبني من الحد الاقصى دلوقتي، خليني في الحد الادنى 1200 في الشهر، ده الحد الادنى للاجور، صح الكلام؟ تمام. طيب خط الفقر العالمي تحديدا خط الفقر الاعلى حوالي 2 دولار يوميا، يعني 40 جنيه كل يوم، صح كده ولا انا غلطان؟ 40. طب 40 في 10 ب 400، في 4 ب 1600. خلاص انا هنسى موضوع ال 1600 انه ده خط الفقر، 1600 جنيه في الشهر ده خط الفقر، صح كده؟ سيبه على جنب، خليك مع ال 1200 يا عم يوسف اللي في مصر، خط الفقر المصري هنسميه كده، الحد الادنى المصري 1200 جنيه. طب ازاي الحكومة وازاي البرلمان يحطوا ضرائب على اللي دخله في الشهر اكتر من 600 جنيه؟ يعني 600 جنيه واقل اعفاء ضريبي، 650 قرش يدفع ضرائب ازاي؟ ويدفع 10%، يدفع كل شهر 60 جنيه من لحمه الحي. قول لي انت ازاي يا اساتذة يا بهوات السادة النواب السادة في الحكومة، ازاي ناس تحت الخط الادنى او تحت الحد الادنى للاجور يدفعوا ضريبة؟ يا ناس يا طيبين، بدل ما تقولوا حتى ال 1600 تخلوهم 600، يعني طيرتوا 1000 جنيه. تخيل في كام واحد في مصر اترقع اتلسع اترزع من الضرائب اللي هتوقع بدء من العام المالي القادم ده. 10% على اللي بياخد 600 جنيه في الشهر، 600 جنيه دول يعملوا ايه؟ يا راجل يا طيب، ده معاش الضمان الاجتماعي 400 بان ولا 500؟ 750؟ ازاي؟ طب ده اللي بتعمله الدولة، ده اللي بتعمله الحكومة، ده اللي بتعمله الوزارة، وزارة التضامن الاجتماعي، على عيني وعلى راسي، رائع جميل، اللي على قدنا بنتمنى يبقى اكتر، يا سلام لما يبقى قد كده مرتين، لكن اهو ده اللي على قد الايد زي ما بيتقال، زي البرنامج بتاع الطبخ الشهير ياه ده. 600 جنيه ازاي؟ حسبتوها ازاي؟ يعني كان فين المنطق؟ ادي كل القصة، والله هو سؤال يطرحه مواطن له مذيع وله صحفي وله الجن الازرق، مش جايب الديب من ديله، يعني مش الجني ابو عين ازاز. القصة كلها دولة بتقول وتقر وتعترف بانه الحد الادنى للاجور 1200 جنيه، تروح حاطه ضرايب على اللي بياخد اكتر من 600 جنيه. دولة معترفة بانه حد الفقر او خط الفقر 2 دولار يوميا، يعني 1600 جنيه، تروح حاطه ضرايب على اللي بياخد 600، على اللي بياخد 600 فاعلى. منين؟ عاوزين تزودوا موارد الدولة؟ افهم. عاوزين الناس تدفع الضرايب؟ افهم. عاوزين الضرايب تتلم بشكل جميل وتبقى تحصل بشكل سلس ورائع ونزود الحصيله الضريبيه علشان نقدر نخش المستشفى نتعالج مظبوط، ما يتقلناش اتفضل للروشته وروح هات القطن والشاش من بره. افهم. عشان يتسفلت مظبوط ونعمل مشاريع كبرى للطرق والكباري. افهم. مطارات افهم، مواني افهم، خدمات الحاجات اللي بتقدمها الدوله اللي هي دخلها الرئيسي بيبقى من الضريبه، ده مفهوم زي اي حته في العالم، دخل الدوله ان يكون من الضرائب، فلما الناس تشتغل تقدر تدفع ضرائب. طب الراجل اللي عايش على الكفاف ده 600 جنيه يا راجل، كيلو اللحمه في منافذ القوات المسلحه اغلى كيلو اظن ب 85، حاجات بتبدا اظن من 65 ولا 70 وتصل لحد 85 كذا الحال في المجمعات الاستهلاكيه. يعني يجيبوا كام كيلو لحمه 600 جنيه دول؟ ده لو الراجل اشترى لحمه اصلا، فهتدفعوه ضرائب؟ يعني ابقى باخد 700 جنيه وتدفعني ضرايب، 1000 جنيه وتدفعني ضرايب، المفروض اخرنا هو ال 1200، خد الحد الادنى بتاع الضريبه او الاعفاء الضريبي بتاعك على ال 1200 بس مش ال 600. يا ناس يا مؤمنه، يا ناس يا عاقله، يا مثقفه، يا متنوره، يا متعلمه، يا نواب في البرلمان، يا اللي ما حصلتوش ذلك البرلمان الذي نباهي به الامم والحكومه التي نباهي بها العالم. ربنا يديكوا الصحة يا رب، يبارك لنا فيكوا.
يطرح فيكم البركة ويلهمكم الصواب ويلهمنا الصبر.